الأخبار المتعلقة بالأزمة المالية العالمية بقت واخدة طبعاً مساحة كبيرة قوي من اهتمامات الناس في مصر وفي العالم كله، لأن العالم كله دلوقتي بيمر بأزمة اقتصادية، فالناس مهتمة جداً بإيه اللي بيحصل. امبارح كان الكل بيترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي اللي أعلن فيه رفع سعر الفايدة 0.75%، ودي المرة الرابعة اللي بيرفع فيها الفيدرالي الأمريكي الفايدة من أول شهر مارس اللي فات لحد دلوقتي. البنك نفسه أعلن إن لسه فيه كمان مرة تانية هيرفع، يمكن تاني أو مرتين كمان خلال السنة دي، وده خلال أو عشان يواجه أزمة التضخم الكبيرة اللي تجاوزت في الولايات المتحدة 9%، وده أعلى مستوى للتضخم من 40 سنة. طيب خلينا نشرح كده لحضراتكم بالراحة جدا وبطريقة مبسطة إيه هو سعر الفايدة وليه بيأثر على العالم كله. سعر الفايدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية عشان تضبط بيها سياسات النقدية للبلاد، فهو السعر اللي بيدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية، وبتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد السعر على القروض استنادا لسعر الفايدة الأساسي. يا شاذلي، كل تأكيد هذا القرار يا بسانت هيكون ليه تداعيات كتيرة جدا وهيكون ليه تأثير كبير على اقتصاديات دول تانية، وخاصة الأسواق الناشئة اللي بتعاني هي كمان من أزمة تضخم وغلاء. عشان كده الدولة المصرية بتاخد قرارات استباقية عشان تعالج بيها الأزمة من الناحية المالية، والأهم من ده كمان هو أننا شغالين، مفيش مشروعات توقفت، كل المشروعات التنموية والقومية ما زالت مستمرة ومستمر العمل فيها، لأن المشروعات دي هي الأساس في تحريك الاقتصاد، وهي الأساس كمان في معدلات النمو، وكمان هي اللي بتضمن التشغيل وتوفير فرص عمل وكمان زيادة دخول المواطنين. ده حقيقي يا شاذلي. بمناسبة المشروعات التنموية، كلنا تابعنا امبارح اجتماع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي تناول فيه الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري ومعدلات الإنجاز اللي تمت في 1477 قرية وتوابعها. ده بيعكس حاجة مهمة جدا، وهي إن الدولة شغالة في المشروعات دي بنفس الكفاءة والجودة وبنفس الجدول الزمني. كنا كمان شفنا أول امبارح اجتماع سيادة الرئيس مع عدد من الوزراء، وكان بيناقش فيه طبعا أحوال المواطنين المصريين، وتم إضافة 4 مليون أسرة في برنامج تكافل وكرامة. بكل تأكيد برامج الحماية الاجتماعية للدولة اشتغلت عليها الفترة اللي فاتت، الرئيس شخصيا مهتم بهذه جداً. البرامج ومهتم بحياة الناس نظرا للظروف الاقتصادية العالمية واللي بالتأكيد مؤثرة علينا في مصر. واحنا لما نتكلم دلوقتي عن حياة كريمة فبنتكلم عن حجم أعمال ومشروعات ضخمة جدا اتنفذت زي ما بسنت قالت، بنتكلم في ما يقرب من 1500 قرية وتوابعها، بتعتبر هي المبادرة التنموية الأكبر من نوعها، بتتكلف أكثر من 700 مليار جنيه. رغم التكلفة العالية دي، رغم الأزمة المالية، إلا أن الدولة العالمية طبعاً إلا أن الدولة حريصة على أنها توفر التمويلات، لأنه حياة كريمة بتمثل أولوية قصوى للدولة وبتمثل كمان نقلة تنموية في حياة 60 مليون مواطن مصري. صباح لحضراتكم مرة تانية، أهلاً بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.